طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرة ثانية كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفيد من هذا المساق الأصول الاجتماعية والفلسفية، وأن ينعكس ذلك على حياتنا وعلى سلوكنا، وهذا هو ثمرة العلم، ما ينعكس على سلوك الإنسان وما يطبقه في حياته هذا هو الشيء الأصيل الذي يعد نفسه أنه استفاده. لكن غير ذلك، العلم إذا لم ينتقل إلى دائرة الممارسة والعمل والنفع فهو غير مفيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينعكس على السلوك لا شك أنه غير نافع. المحاضرة هذه إن شاء الله تعالى سندرس فيها فقط، أنا في ظني، يعني مفهوم التربية، يعني مقدمة بسيطة ثم بعد ذلك مفهوم التربية، لكن العناوين الأخرى هي عناوين بقية الفصل، الفصل الدراسي الأول، الفصل الأول في الكتاب. ففي البداية فيما يتعلق بالمقدمة، المقدمة دعونا نقول إن الإنسان في رحلته التربوية منذ أن يكون طفلا صغيرا إلى أن يشب ويصبح شابا كبيرا منتجا يمر في مراحل، بلا شك يمر في مراحل متراكمة ومترتب بعضها على بعض حتى في النهاية يصل إلى درجة الاكتمال. وهناك تشبيه للإنسان وهو يمر بمراحل التربية بالبذرة التي تلقى في الأرض، يعني دعونا نجعل هذا منطلقنا الآن للمناقشة. لو قلنا: ما أوجه الشبه بين البذرة وبين الإنسان الصغير، الطفل الصغير أثناء التنقل في مراحل النمو شيئا فشيئا إلى أن يكتمل الإنسان، إيش أوجه الشبه بين الأمرين؟ نعم، النبتة إذا اعتنينا بها ستنتج يعني شجرة جيدة لك، والإنسان كذلك إذا اعتنينا به طفلا واعتنينا بسلوكه وأخلاقياته أيضا هذا سينتج إنسانا مثقفا، إنسانا صالحا يفيد المجتمع. كلام سليم. يعني النقطة الأولى دعونا أن نقول الملخص أن وجه الشبه الأول العناية، العناية عندما تبذل بالبذرة وتمر بمراحلها الطبيعية ويكون هناك عناية لا شك أن الثمرة تكون أفضل وأنضج وأكثر فائدة. وكذلك الإنسان، هي وجه الشبه الأول، أنه كلما كان هناك عناية أكثر بالإنسان أثناء تنشئته تنشئة الأولى يكون الإنتاج أفضل، يكون المنتج أفضل، ويكون الإنسان أيضا أكثر قيمة وأكثر سمواً وأكثر مهارات وأعمق خبرة. غير هيك، في عندنا هناك أوجه شبه أخرى بين الأمرين، الأرض التي توضع فيها النبتة إذا كانت طيبة سوف تنتج نباتا طيبا، وكذلك العائلة والأسرة تشبه الأرض هذه البيئة. كلام سليم. إذن الوجه الشبه الثاني هو موضوع البيئة المحيطة بكل من البذرة والإنسان، لها تأثير كبير جدا في نشأة البذرة أو نشأة الإنسان. يعني البيئة المحيطة بالبذرة، نوعية التربة، نوعية التربة، طبيعة الهواء والطقس والماء وغير ذلك والحرارة لها دور كبير جدا في تنشئة البذرة، إما أن تكون تنشأ بطريقة قوية وطريقة تؤدي إلى ثمرة منتجة، وإما أن تنتهي بالبذرة إلى الفساد وبعد ذلك ربما تموت وتيبس وتنتهي. كذلك موضوع البيئة المتعلق بالإنسان، الإنسان لما ينشأ في بيئة طيبة، بيئة صالحة، بيئة تروي عطشه الوجداني مثلا، بيئة تقدم له الأفكار السليمة والسلوكيات الصائبة والأفكار الصحيحة، لا شك متوقع أن يكون إنسانا ناضجا كاملا يمتلك من المعارف والمهارات والأفكار ما يؤهله أن ينجح في حياته. لكن لو كانت البيئة فقيرة ضعيفة أو منحرفة في النهاية لن نحصل على إنسان يمكن أن يساهم في بناء مجتمعه. وجه الشبه الثاني،
إلى الآن إيش هو؟ البيئة. طيب في وجه شبه آخر؟ خلينا نفكر، هل في وجه شبه آخر فيما يتعلق بموضوع التدرج في النمو؟ هذا يعتبر وجه شبه ولا كيف؟ فيما يتعلق بتوقيت غرس القيم والمفاهيم، هل بيكون في المراحل الأولى الغضة الطرية أم ننتظر عليه حتى يشب ويقوى؟ هذه كلها أوجه شبه بلا شك، بمعنى أنه في هناك وجه شبه في قضية طبيعة النمو. البذرة تبدأ بذرة ثم نبتة ضعيفة جدا، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تكبر وتنمو إلى أن تصبح شجرة يانعة عصية على الأعاصير وعلى كل الآثار التي يمكن أن تهددها من خلال البيئة اللي هي عايشة فيها. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، في هناك مراحل، يبدأ الإنسان ضعيفا في بنية الجسم وبنية العقل وبنية النفس والوجدان، وبعد ذلك شيئا فشيئا يقوى إلى أن يصبح إنسانا فتيا قويا يملك الكثير من الأفكار التي تعصمه من الانحراف، الكثير من الخبرات التي تعصمه من أنه يقع في أي انحراف سلوكي معين. فإذا في وجه شبه. أيضا زي ما قلنا، العناية في البداية دائما بتكون في السنية الأولى بتكون أهم بكثير، لأنها تؤسس إلى النجاح فيما بعد. وهذا الكلام طبعا الآن أصبح موضع اتفاق لكثير من علماء النفس، أنهم يقولون أنه الإنسان في خلال السنوات الخمس الأولى تتكون معالم شخصيته الأساسية. هذا يعني أنه ينبغي علينا أن نهتم به في المراحل الأولى، كما يهتم بالبذرة والنبتة في مراحلها الأولى إن أردنا أن تنشأ هذه النبتة معتدلة وسوية وطيبة. طيب الآن ننتقل لأنه نتكلم نحن عن الأصول الاجتماعية والفلسفية لإيش؟ للتربية. فالتربية في حد ذاتها بنحتاج أنه نتعرف عليها. يعني التربية، لما بنقول التربية، لما بدنا نعرف مفهوم التربية ومعناها لازم نردها إلى أصولها اللغوية. الأصول اللغوية ثلاثة لكلمة التربية في اللغة، ثلاثة جذور. الجذر الأول إيش هو؟ رب يرب. الجذر الثاني إيش هو؟ ربي يربى. والأصل الثالث إيش هو؟ ربى يربو. ربى يربو. طيب الآن نحاول أنه نتعرف على المعاني اللغوية لهذه الأصول الثلاثة، ثم نوجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المقصود بكلمة التربية. الأصل الأول، من تحدثنا عن الأصل الأول؟ رب يرب، وإيش معناه في اللغة؟ نعم، يعني الطالبة بدأت بالأصل الثالث لا بأس، أو الأول هو حسب الترتيب. ربى يربو بمعنى زاد ونمى. يقول الإنسان منا، يسأل صاحبه ما معك من المال، يقول ما معي يربو على 1000 دينار. إيش معنى يربو؟ يعني يزيد بالضبط. والشاهد لما قال ربنا سبحانه وتعالى ويربي الصدقات أي يزيدها ويبارك فيها. فإذا الأصل الأول ربى يربو بمعنى زاد ونمى وكثر هذا الشيء. طيب خلينا نمسك الآن كلمة كلمة. ربى يربو بمعنى الزيادة والنماء، هل لها علاقة بالمفهوم التربوي الذي نقصده؟ إيش علاقة الزيادة والنماء بالمفهوم الاصطلاحي للتربية؟ هل في علاقة بين المعنى اللغوي هنا ومعنى التربية أو مفهوم التربية الذي نقصد؟ نعم، النمو والزيادة وعلاقتها بالتربية. كويس، يعني خلينا نقول انه التربية فيها معنى الزيادة والنماء، فيها معنى الزيادة والنماء، بمعنى الانسان عندما يتربى يضيف لنفسه اشياء، يزداد وينمو في اشياء، في بيصير عنده زيادة في الافكار، زيادة في المعلومات والمعارف، زيادة في الجانب الوجداني، زيادة في الخبرة المعروفة. فالتربية فيها معنى الزيادة، فيها معنى الزيادة. الأصل الثاني، الأصل اللغوي الثاني، من تعطينا فكرة عنه؟ الأصل
الأصل اللغوي الثاني. الأصل الثاني من ربى يربي بمعنى النشأة أو أنه النشأة وترعرع، والشاهد في ذلك قول الشاعر: فمن يكن سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيته. الأصل الثاني هو الحقيقة ربى، المضارع ربى يربى، ربى يربى مش يربي، ربى يربى بمعنى نشأ وترعرع، كما يقول الإنسان منا أنا ربيت في بني فلان، ربيت في المنطقة الفلانية. ومنها بالفعل قول الشاعر: فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت، أي نشأت وترعرعت منذ الصغر في مكة، هذا المراد. طيب، علاقة النشأة منذ الصغر بالتربية، أيضا هذا المعنى اللغوي له علاقة بمفهوم التربية. من تبين لنا العلاقة؟ العلاقة بين النشأة والتربية، في علاقة ولا ما فيش؟ نعم، ارفع الصوت شوية. لما يكون التربية يعني من صغره بتعرف مفاهيم وأصول بضلوا عليها ثابتة، بتكون هذه يعني من أول 5 سنين الطفل لما يكون في عنده مفاهيم ثابتة بتعرف عليها بضلها ثابتة معاه للعمر. يعني كلام سليم. خلينا نقول إنه التنشئة الاجتماعية، تنشئة الإنسان منذ الصغر على قيم ومفاهيم واتجاهات معينة، هذا جزء أساسي من التربية أساسا. يعني هذا جزء أساسي من التربية، إنه الإنسان ينشأ على مجموعة من القيم والمفاهيم والممارسات والخبرات. طيب، الأصل الثالث، الأصل الثالث لكلمة التربية. نعم، الأصل الثالث يربى يربه، ربى ربى يربه، ها، بمعنى أصلحه وتولى أمره وأساسه وقام عليه. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لك نعمة تربها أي تراعيها، أي تراعيها وتصلحها وترعاها. كلام سليم. يعني لما بنقول ربى يربه في اللغة، بمعنى أنه يقوم على إصلاح الشأن، يتولى مسؤوليته، يرعاه، يسوسه. ومن ذلك قولنا رب الأسرة، لما بنقول عن الأب مثلا: هذا رب الأسرة. الرب المقصود الراعي والمصلح السائس الذي يسوس هذه الأسرة ويقودها ويصلح شأنها. ومن ذلك الحديث، الحديث هذا جزء من حديث الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية بعيدة، فأرسل له ملك على صفة رجل، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى أخ أزوره في الله. فقال: ألك نعمة تربها عنده؟ يعني القصد أنه هل عندك في مصلحة معينة أنت ترعاها وتصلحها وتتابعها لديه؟ فقال: لا، غير أنني أحببته في الله. فقال الملك: فاعلم بأن الله قد أحبك لمحبتك إياه. فالمقصود أنه هذا جزء من حديث. الشاهد: لك نعمة تربها أي ترعاها وتصلحها وتراعيها. طيب، هذا المعنى إيش علاقته بالمفهوم التربوي؟ إيش علاقة الإصلاح والرعاية والعناية والسياسة بالمفهوم التربوي؟ نعم، الآن الهدف الذي تقوم عليه التربية هي القيام بالأمور التي تصلح المرء بتنشئته وعلى القيم والمبادئ التي تنشئ فيه شخصية إيجابية التي تنفع المجتمع. يعني دعونا نقول أنه رب يربي معنى أصلح ورعى وتابع الأمر، أنه هذا جزء أساسي أيضا من المفهوم التربوي. التربية لا يمكن أن تتم من غير ما يكون في هناك جهة راعية أو متابعة أو مسؤولة أو مصلحة أو تقوم على سياسة الأمر وتعديله وإصلاحه وتحمل المسؤولية تجاهه. التربية لا يمكن أن تقوم من غير هذه المعاني. فبالتأمل في المعاني الثلاثة اللغوية سنجد أنها وثيقة الصلة بالمعنى التربوي الذي نقصده عندما نعرف التربية تعريفا اصطلاحيا. نحن نقصد فيها الزيادة والنمو، لا شك هذا جزء من مفاهيم التربية، أن الإنسان يزداد أخلاقا وقيما وإيمانا وسلوكا وخبرة ومهارات. نفس الشيء بالنسبة لقضية ربي يربى بمعنى نشأ وترعرع. التنشئة الأولى هي التي أو هي المرحلة الأهم عندنا حتى من الناحية التربوية، أن غرس القيم والاتجاهات والمعتقدات المختلفة بتكون في المراحل الأولى. والمعنى الثالث اللغوي اللي هو رب يرب معنى أصلح وقام على الشأن وأدار وساس إلى آخره، أيضا له علاقة وثيقة كما رأينا قبل قليل. الآن فيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي نقصد به عندما نعرف التربية
كيف نعرفها؟ أكيد التعريفات التربية فيها اختلاف، فيها اختلاف كبير، وهذا شيء غير مزعج. ليش شيء غير مزعج؟ لأن العلوم الإنسانية بشكل عام، العلوم المتعلقة بالإنسان والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإنسان يتوقع فيها الاختلاف. السبب في ذلك أن الإنسان كائن معقد جدا، ليس كبقية الكائنات، ومن هنا أحيانا تتعدد فيه التعريفات. طيب، لو قلنا أنه إيش أسباب الاختلافات في تعريفات التربية؟ هل هناك أسباب؟ بالتأكيد حيكون في أسباب. السبب الأول اختلاف النظر إلى الإنسان، يعني اختلاف العلماء في النظر كيف تعريف الإنسان أو إيش هو الإنسان بالنسبة لهم. كلام سليم. كما قلنا قبل قليل، الإنسان كائن معقد جدا، كائن معقد جدا بما فيه من وجدان ومن عقل ومن إرادة ومن أمور تعتمل داخل الإنسان وتؤثر على سلوك الإنسان وطبيعة تفكيره. هذه التعقيدات الضخمة اللي موجودة في الإنسان أدت إلى اختلاف الناس في تعريف التربية، لأن التربية في النهاية من المعني بها؟ الإنسان. فموضوع نظرة الناس للإنسان اختلفت، لأن الإنسان كائن معقد جدا، وليس من السهل الإحاطة بمكونات الإنسان جميعا. طيب، الشيء الثاني، السبب الثاني اللي ممكن يكون لهذا الأمر أو لهذا الاختلاف، نعم، كلام صحيح. ونحن قبل قليل قلنا أنه حنتعرف في هذا المساق على الفلسفات التربوية الأساسية، واختلاف الفلسفات بالتأكيد حتأدي إلى اختلاف التربية. يعني إنسان مؤمن بالفلسفة البراغماتية تعريفه للإنسان بيختلف عن الإنسان الذي يؤمن بالفلسفة الطبيعية أو المثالية مثلا. كل واحد بيكون عنده نظرة للإنسان. يعني هذان هما السببان الأساسيان في هذا الاختلاف. بعد ذلك يعني سنحاول أن نأخذ بعض التعريفات نقتصر عليها، لأن التعريفات كما قلنا أكثر من الموجود في الكتاب عندنا بكثير، تعريفات التربية، لكن نحاول أن نضع الهدف أن نضعكم في صورة بعض التعريفات التي قدمها بعض المربين قديما وحديثا، لندرك أن نظرة الناس وفلسفة الناس وفهمهم للإنسان بتنعكس على تعريفاتهم للمفاهيم المتعلقة بالإنسان ذاته. فلو أخذنا التعريف الأول لعالم مثل البيضاوي، ماذا رأى؟ كيف شاف التربية؟ كيف عرف التربية؟ نعم، يعرفها على أنها تبليغ الشيء إلى حد الكمال. تبليغ الشيء إلى حد الكمال. هو لما عرف الأمر وأسقطه على الإنسان يقصد بأن الإنسان له حد أدنى من المفاهيم والمهارات والقدرات والمعارف، وله حد أعلى، حد بشري أعلى، وهو اللي بنسميه حد الكمال، وبينهما في هناك مستويات مختلفة، والتربية هي الوسيلة التي من خلالها نجعل الإنسان يترقى من حده الأدنى إلى حده الأعلى. والحد الأدنى للإنسان مسألة صعبة جدا، حد أدنى بمعنى الكلمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، بمعنى أنه الإنسان حده الأدنى أشد دنوا وانحطاطا من مرحلة الحيوان الأعجم، لدرجة أنه ربنا وصف أناسا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا الحد الأدنى للإنسان. لكن الحد الأعلى للإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، في أحسن تقويم من ناحية الأخلاق، من ناحية السلوك، من ناحية الممارسات والمهارات والأفكار التي يحملها، في أحسن تقويم، اسم تفضيل يعني الأحسن. فالعملية اللي من خلالها نترقى بالإنسان من حده الأدنى إلى حده الأعلى التربية. أبو حامد الغزالي إيش قال؟ مع أنه الكلام اللي مذكور عن أبي حامد الغزالي المتأمل فيه لا يجد أنه تعريف، ولكن هو كلام عن التربية لكي نكون دقيقين. نعم، إيش قال؟ ماذا قال؟ طيب، جميل. يعني هو الآن كما ترون لا يعرف التربية وإنما يتكلم عنها،
هو بيتكلم بيقول انه صناعة التعليم هي أشرف الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفه، وأهم أغراض التربية عنده، يعني الهدف النهائي للتربية لدى أبي حامد الغزالي رحمه الله هو أن الإنسان يتحلى بالفضيلة ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الغاية من التربية. طيب لو نظرنا إلى عالم آخر غربي بستالوتزي، كيف بيعرف التربية، مفهوم التربية لديه؟ جميل، يعني هنا في شيء من التفصيل انه الانسان في هذه الحياه له واجبات مختلفه، له واجبات اذا اراد ان ينجح في هذه الواجبات فهذا بيتطلب ان نقوم بالعمل التربوي المطلوب، وهذا معناه تنميه قوى العقل، تنميه كامله وملائمه للواجبات التي يقوم بها الانسان. يعني هذه ممكن تكون نزعه قريبه من النزعه التي تركز على أن إصلاح العقل أو إصلاح الفكر هو الذي يؤدي إلى السلوك الطيب، وهذه بلا شك إن كان المقصود بها أن الإنسان كلما كانت مفاهيمه صحيحة بيكون سلوكه سليما، يعني إلى حد كبير صحيح، لكن إن كان يقصد بها تهميش الجوانب الأخرى في الإنسان كالجانب الروحي والجانب البدني والجانب الاجتماعي والتركيز فقط على الجانب العقلي، هنا نقول أنه في هناك خلل في هذا المفهوم. طيب فروبل كيف عرف التربية؟ نعم، التربية عملية تفتح القابليات الكامنة عند المعلم كما تتفتح الأذكار. طيب إيش الإنسان بيستنتج من هذا التعريف؟ هل في شيء عميق ممكن الإنسان يستنتجه من هذا التعريف؟ أنه عملية تفتح القابليات الكامنة عند المتعلم كما تتفتح الأزهار عند المتعلم. لأن نحن نتكلم عن التربية، المعلم انتهينا منه، بس نتكلم الآن عن المتعلم. في شيء هيك ممكن الإنسان يستنتج من هذا التعريف؟ ممكن نعتبر القابليات الكامنة اللي هي القدرة اللي عند الفرد، فلما نعمل إعداد وتنمية لجميع هذه الجوانب أو الاستعداد أو القدرة عنده، ممكن كويس. نعم، غير ذلك، غير هذا، يمكن هو أنا بنوه إلى مهارة المعلم. إذا كان المعلم يعني على درجة عالية من القدرة والتمكن، بإمكان المعلم كشف الاستعداد والخبرات التربوية الموجودة عند الطالب، ويقوم المعلم يعني بجذبها يعني يحفز الطالب، ليستطيع المعلم انه يكتشف هذه الخبرات والمواهب الموجوده عند الطالب، وبعدين يعمل على تنميتها. كذلك الزهره اذا الراعي تبعها المزارع اعتنى فيها واستطاع ان يقدم من الارض الخصبه والمواد المساعده على النمو، بامكانه ان تتفتح بشكل مبكر. جميل، يعني الكلام الذي سمعناه كله كلام يعني طيب، لكن العباره لما نتامل فيها يقول انه عمليه التربيه هي عمليه تفتح القابليات الكامنه عند المتعلم كما تتفتح الأزهار. المقصود هنا في نظرة تربوية تقول بأن الإنسان جميع القدرات، جميع المهارات التي تظهر عليه عندما يتدرب وكذا، هي بتكون في الأساس موجودة عنده كامنة، موجودة عنده في الداخل كقابليات واستعدادات كاملة في النفس. بعد ذلك مهمة المربي أنه يثير هذه الاستعدادات وهذه القابليات ويحاول أنه يقودها وينميها لكي تظهر على هيئة إيش؟ قدرات ومهارات معينة يظهرها الإنسان في حياته. التعريف الذي يلي ذلك هو تعريف لجون ديوي. جون ديوي إيش بيرى؟ جون ديوي كيف بيعرف التربية؟ التربية هي الحياة وليس إعدادا للحياة. التربية هي الحياة وليست إعدادا للحياة. الحقيقة هذه يمكن يكون تعقيب أو خلاصة تعريف جون ديوي لموضوع التربية. جون ديوي بيرى أنه التربية يعني عملية شاملة
هي عملية تكيف بين الإنسان وبيئته، بيعتبر أنه الخبرة شيء أساسي جدا في حياة الإنسان، يعني بتكون التربية من أهم وظائفها أنها تمنح الإنسان الخبرة الصحيحة من خلال العمل، من خلال الممارسة. وبالتالي خلصنا في النهاية إلى هذه العبارة، قلنا أنه التربية عند جون ديوي هي الحياة وليست إعدادا للحياة. ومن هنا بيأكد، هو بيقول أنه المدارس ينبغي أن يكون شكلها مقاربا تماما للحياة الطبيعية التي يعيشها الإنسان في مجتمعه، لأنه نحن الآن نريد للإنسان أن يعيش حياته، والتربية هي الحياة الحقيقية الواقعية الطبيعية وليست مجرد إعداد للحياة، أنه نعطي مجموعة من النصائح ومجموعة من على أساس أنه يصل في النهاية إلى حياة ثانية نعد للحياة من خلال التعليمات التي نؤديها، من خلال الأهداف التي تفرض عليه إلى غير ذلك. طيب، هذا التعريف نحن كمسلمين هل لنا ملاحظة عليه؟ يعني لما نقول أنه التربية هي الحياة وليست إعدادا للحياة، هذا يمكن يكون لو نظرنا إليه بشيء من التمحيص سنجد أنه هو بيلغي شيء أساسي ينادي به الفكر الإسلامي، وهو موضوع إيش؟ موضوع الإصلاح، موضوع إصلاح المجتمع. يعني لما بنتكلم نحن عن قضية أنه التربية هي الحياة، بمعنى أنه التربية حسبها أن يتكيف الإنسان مع الحياة التي تحيط به وينجح فيها ويصل إلى لذته ومتعته وأهدافه من خلال هذه الحياة، لكنها لا تتحدث عن قضية إصلاح وتغيير في الحياة إن كان فيها جوانب كثيرة مثلا ليست صالحة أو تحتاج إلى إعادة نظر أو تحتاج أن الإنسان يغير منها. هذه المسألة في بعض الانتقادات التي وجهت يعني إلى هذا التعريف من هذا النوع. على أي حال، إن شاء الله تعالى المرة القادمة بنتكلم عن خصائص التربية يعني وما بعدها من الموضوعات بإذن الله، مستويات التربية النظامية وغير ذلك. فنحتاج إن شاء الله تعالى زي ما قلنا إلى يعني تحضير وإلى استعداد على أساس تكون المناقشة هنا بإذن الله مجدية. وأتوقع أنه في المرة القادمة حيكون الكتاب موجود مع الجميع على أساس نبدأ بداية إن شاء الله تعالى فيها مشاركة أكثر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.